هذا واحد مول الحانوت حصلو كيعذب في واحد الفار، هما يقولوا لي حشومة عليك صاحبي سير كتعذب في هذا الفار. علاش حشومة؟ قال لي مرا حشومة عليه هو اللي خلى كاو اللوز ومسكلا الكارني ديال الكريدي. اي واحد صاحبي كان كيبغي واحد خيتي والحماق على ويموت عليها، وملي كيتخاصم معاه وكتشي في حالته كيبدي يبكي 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 يبكي، كان يبغيه بزاف. ايه وفي الاخر تفارقت معاه. اي ترى الدريات راه ما مزياناتش، ويلي ويلي. وبقى فيا بقى فيا. هاي ملي مشات في حالتها مسكين تمحن. اي درك راه دايره معايا الولاد. درك تصوري معايا مراد راجلك ها وتجي عندو بنت خالته وتقول لك مالو، تقول لها مريض راه تحرك في فخده، ها وتقول لك من جيتو حيمه. هاي هذا واحد الموظف دار المغادره الطوعيه وعطاو 90 مليون. ملي رجع للدار قالت لي مرتو ما دراش درتي، قال لها درت المغادره وعطوني 90 مليون. ابقى كيشوف وهي تقولي مالك ليش سير تشوف، قال لها ديري المغادره وتاخذي 20 مليون. انا راه كنكره هذيك الاسئله ملي كنمشي على الضياف وكيبداو يقولوا لي واش تاكل الحلوى، واش تشرب القهوه، واش تشرب اتاي. علينا انا جيت ليش اجي؟ هذيك اللي كتمشي مع صاحبها للدار وفي الاخر كتسولو تقول لي جينا نديرو، جيت عطل مطي سدادر وتمشي. هاي هذا واحد ثلاثه ديال العيالات سايرين كيكذبوا على بعضياتهم. انا قزيت الاولى قالت ليهم انا راجلي غيشري لك الدار بيده كامله، هي تنقز الثانيه قالت لي مشتي راجلي انا غيشري لك باريس كلها، هي تنقز الثالثه وهي تقول لي اجي بعدا وشكون اللي قال لكم راجلي باغي يبيع. هادي واحد المراه شارفه مخاصمه هي وراجلها وهي تقول لي سير سير في حالك سير، راه واحد من صحابك باقي معجب بيا وكيقول لي انت راكي صغيره وزوينه. هو يقول لها مصطفى. قلت لي واش عرفتي؟ قال لي هذاك راه خدام في لافيراي اصلا عزيزه عليا الخرده. والاخوان بارك بارك من الكذوب كتبقاو تقولوا حق الاسعار مرتفعه المواد الغذائيه طالعه للسماء. منين اودي منين سير انت كتبوا على اخنوش؟ حرام عليكم من جهه الله والله العظيم الا حرام عليكم. ودخلوا درك على تيك توك يبانوا لكم بنادم سير دير التحديات كيكب على راسو الزيت يكب على راسو الطحين العطريه وتقولوا لي هادشي غالي. واللي غالي راه ما يكبش على راسو هادشي. اخنوش سرنا عزيزنا. هاي غنجيكم من الاخر. هذاك راه ما سميتو الزهواني وعينو الزيغا، هذاك راه سميتو راجل ذواق وكيعشق الزين. هذا جهدي عليكم أربعة الخوانة. هذه واحد المرأة كتعاود لصاحبتها قالت لها حق الله العظيم ترى راجلك عالم، البارح في الخدمة عاود لي واحد النكتة وبقينا كنضحكو كنضحكو وتطحت أنا وياه من فوق الناموسية.